غرامة مالية بأكثر من 180 مليون يورو تكبدتها شركة تاكاتا اليابانية، وستدفعها إلى الولايات المتحدة جراء تصنيعها وسائد هوائية معيبة تتمزق تلقائيا، وكانت سببا في مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح. ويقول وزير النقل الأمريكي: نعلم أن الوسائد الهوائية التي صنعتها شركة تسمى تاكاتا معرضة للتمزق بسرعة والتسبب في تطاير جزيئات معدنية مسننة في الجزء الأمامي من مقصورة الراكب. 23 مليون وسادة هوائية سيتعين إصلاحها، وحوالي 12 مصنع للسيارات معني بذلك. ورغم هذه التسوية، فإن المصنع الياباني معرض لتحقيق جنائي تقوم به وزارة العدل الأمريكية.